السلام عليكم ورحمة الله. ملتقى أوسلو كان 30 ماي سباق 1500 متر، سباق اللي عرف مشاركة جاكوب نيبريكتسن. طبيعة الحال كيجري في بلاده تيمو، ثالث في بطولة العالم نورداس، تاوه في بلاده ماكس وين وجايل عز الدين، حبس أصول مغربية، ميش على أصول مغربية، نادر أصول مغربية، والغالب الله هادشي ليك كاع العداء ديالنا تيلعبوا مع دول اخرين. تقدر تقول يا وي راه كبر في فرنسا ولا كبر في البرتغال ولا كبر في كذا، يعني كاين الموهبه خص الخدمه. السباق 1500 متر بحكم التاريخ اللي دوزنا فيه خص على الاقل يكونوا عندنا عدائين حاليا اللي كيقربوا من 33 على الاقل، تنقول على الاقل. هادشي الا ما هضرناش على لي ميداي على المستوى العالمي، العاب اولمبيه، ونهضروا على الملتقيات الكبيرة. فالمرشح رقم واحد هو جاكوب. شو الفيديو باش كيجري والله يبارك. جاكوب اللي كانت عنده إصابة كيرجع بشوي بشوي يعني الريتم ديالو، تشجيع كبير من طرف الجمهور النرويجي. الهدف هو رقم قل من 33. هنا تيبان لك أن جاكوب يلا راجع. شوف المسافة بينه وبين تاني أرنب عداء، يعني لحد الساعة في الرجوع ديالو عنده بعض المشاكل أنه يسوي في الريتم. دقيقة 51 في 800 متر، الهدف قل من 33، دخول أرنب الثاني. هنا غيدخل جاكوب في السباق 500 متر الأخيرة، الدورة الأخيرة. شريوت فما بدلش مجهود كبير في هذا السباق. هنا شريوت مركز ثاني تيحاول انه يدوبل جاكوب، غادي يصعب السباق على جاكوب، يعني جاكوب تزيد في الريتم باش ان شريوت ما يدوبلوش. لي بريطانيك عارفين بانك الا بقيتي مع جاكوب 100 متر الاخر صعيب باش تسبقو. كان شريوت باغي يدوبلو، نشوفوا اللقطه. هنا كان باغي يدوبلو ولكن فجاكوب زاد في الريتم. ولاحظوا حبس من يجي عز الدين، حبس من يجي من الخلف، عداء كيشتغل وغادي بالتدريج، يعني غادي وكيطلع المستوى ديالو بالتدريج. نذكروا انه فاز بالملتقى ديال الرباط. 100 متر الاخيره، شريوت تعطل في الخروج ديالو، فلاحظوا من غيجي الشريوت. هنا شريوت يعني نقدروا نقولوا كان غيربح السباق، ولكن جاكوب غيتلاح واحد تلاويحه انتحاريه. واو، 3:29 77 الرقم باش ربح جاكوب هذا السباق. نهايه انتحاريه من طرف جاكوب وتهور كبير، لان كون عفط عليه شي واحد بالبوينت كان غيصيفطو المستعجلات. تقاتل على الفوز ديالو، برافو عليه الدراري. جاكوب 16 واش كيدير انت؟ هادشي كامل باش يخرج من ديك لابريسيون، لابريسيون اللي دار ليه جوج كير. لاحظوا ان حبس جا في المركز الثالث، شتو مين جا من الخلف، مركز رابع نادر. فهادو هما احسن العداء اللي كانوا في هاد السباق. جاكوب وورد ليد، دار احسن انجاز في السنه، تيرجع بشوي بشوي للقوه ديالو. فرحه كبيره من طرف جاكوب، خصوصا انه خسر في اللقاء الاخير مع جوج كير في سباق الماي. شاريوت كون اتاكا بكري كان غادي يفوز بسهوله. لاحظوا معايا هنا، يعني سوبرمان، سلاب سوبرمان. واو، شي شحال من متر تلاح جاكوب، يعني غامر. فرح كبير من طرف جاكوب. فكتشوفوا الارقام، وورد ليد، سيزن بيست، سيزن بيست، بيرسونال بيست، نادر دار بيرسونال بيست، سيزن بيست، ناسيونال روكور. كتعرفوا ان السباق كان سريع جدا وكان سباق صعب بالنسبه لجاكوب، ولكن حسمه في الاخير وكيرجع بالتدريج المستوى. كنشكركم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله.